غوارديولا زيدان مواجهة بدوري الأبطال بعنوان من منهم الأفضل في العالم. مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد بإياب ثمن نهائي تشامبيونز ليج. السيتي فاز ذهابا بهدفين لهدف. مباراة تعني الكثير للفريقين لكن تعني أكثر للمدربين. غوارديولا يقابل زيدان في مواجهة بعنوان صراع الجبابرة. مواجهة بين غوارديولا ملك ألقاب الدوري بثمانية ألقاب مع برشلونة وبايرن ميونخ ومان سيتي. وأخصائي منافسات الكأس زيدان الفائز بكل مباريات النهائي التسعة التي خاضها كمدرب مع الريال. ما يزيد المواجهة إثارة كونها تجمع مان سيتي صاحب أفضل هجوم في أوروبا وريال مدريد صاحب أفضل دفاع أوروبي. بالعودة للألقاب، غوارديولا ما زال يبحث عن لقب أوروبي منذ تتويجه مع برشلونة عام 2011. مقابل ذلك، زيدان يدخل المواجهة بعد أن قاد الفريق الملكي للتتويج الأوروبي ثلاث مرات على التوالي. علاقة غوارديولا وزيدان مبنية على احترام متبادل واعتراف بموهبة الآخر وقدراته الفنية.